بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. حياكم الله وبياكم وسدد على الحق خطاي وخطاكم. نتكلم معكم أيها الأحبة ونبحر بأحاديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، هي وقفات نبوية ووصايا من سيد البشر بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. روى البخاري في صحيحه من حديث مالك ابن حويرث رضي الله عنه وأرضاه يقول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. نحن ما رأينا صلاته عليه الصلاة والسلام، لكن أحاديث جاءت واضحة بينة تشرح صفة صلاته بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا جاء في الصحيحين، وهناك قصة عظيمة يعلمها القاصي والداني، وهو يسمى بحادث المسيء صلاته. روى أبو هريرة في يعني جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا في المسجد بأبي وأمي عليه السلام، إذ هو جالس دخل صحابي جليل، اختلف في اسمه، قيل أنه خلاد بن رافع وقالوا رافع بن خلاد، المهم فعله، لما دخل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فدخل وراء النبي أمامه بأبي وأمي عليه السلام، فلما رآه دخل المسجد وتقدم وصلى ركعتين خفيفتين، لكن هذا الصحابي تعجل في الصلاة واستعجل في أداء الصلاة، وصلاته ليست كالصلاة التي علمها نبينا عليه الصلاة والسلام الصحابة، وليست الصلاة النقلت إلينا. فلما رآه عليه الصلاة والسلام يصلي هذه الصلاة انتقل من الصلاة بعد الصلاة فتقدم وسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما قال عليه الصلاة والسلام؟ رد عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: صلاتك يعني كأنها سريعة، ما قال يعني سجودك سيء، ما قال أنت استعجلت قليلا، أو يعني الركوع لو أطلته قليلا، قال: فإنك لم تصلي. الرجل رجع وصلى كما صلى الأولى، فلما انتهى سلم على النبي مرة ثانية فقال عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الرجل صلى الأولى والثانية، انتقل إلى الصلاة الثالثة فعاد كما صلى الأولى والثانية، فصلى صلاة ثالثة فتقدم إلى النبي عليه السلام فسلم عليه بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الصحابي ما تعجب، ما قال: يا نبي الله أنا صليت انتهيت، قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير ذلك فعلمني. طلب التعليم، يقول إمام مجاهد: لا يتعلم اثنان، مستحي ومتكبر. البعض من الناس يستحي يتعلم من رجل قد يكون أصغر منه سنا. أخي الكريم، خذ الحق من أي شخص ولو كان حيوان ولو كان شيطان. سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أخذ الحق من هدهد وهو حيوان، وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه جاءه شيطان عن هيئة رجل فعلمه: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، وما تكبر بعد ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: إنه شيطان. يقول إمام مجاهد: لا يتعلم اثنان، مستحي ومتكبر. واحد يستحي، ونسمع كلمة للأسف يتناقلها البعض، وخاصة عند أسئلة النساء أو أسئلة الجنابة أو أسئلة الاغتسال أو قضاء الحاجة. البعض يقول: لا حياء في الدين، وهذا لا يصح ولا ينبغي. الحياء شعب من الإيمان أخي الكريم. لا، أنا أقصد أني لا حياء في الدين، أني بسأل وما في حياء في الدين. قل: لا حرج في الدين، كما جاء عن أم سليم أن أم سلمة سألت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا نبي الله إن الله لا يستحي من الحق. ما قالت لا حياء في الدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والحياء شعب من الإيمان. لا يتعلم اثنان، مستحي. إياك أن يمنعك الحياء من طلب العلم وطلب الفضيلة وطلب الرفع في الدنيا فضلا عن الآخرة. لا يتعلم اثنان، مستحي إياك أن تكون من هذا الصنف. قد يكون الحياء نعمة ويحجبك الحياء من السؤال، كما حجب الحياء سيدنا وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فلما جلس علي بن أبي طالب، فلما أراد أن يسأل رضي الله عنه وأرضاه بسؤال يتعلق بأحكام الجنابة أو بأحكام الاغتسال، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقول: كنت رجلا مذاء شديد المذي، فاستحييت هنا وقفة، لأن الحياء قد يكون نعمة، فاستحييت أن أسأل النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ هنا في مجال الحياء، لما كانت بنته عندي، يعني الآن النبي عليه الصلاة والسلام ابنته زوجتي، وأسأل عن الجنابة أو عن أمور التي قد يقع فيها حرج الإنسان، فقال: فقلت للمقداد بن أسود:
سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن المذي، فقال عليه الصلاة والسلام، أعطاه توجيه فقال: يكفيك أن تغسل ذكرك وتتوضأ ذكر الصلاة وليس عليك اغتسال، لأن الحياء قد يكون نعمة وقد يكون نقمة على الإنسان إذا طلب، إذا أراد أن يطلب الحق، قد يكون نقمة إذا منعه أن يطلب الحق من الناس. أخي الكريم، يقول فاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: لا خير في قوم لا ينصحون ولا يحبون النصح. هذه وصية جامعة مانعة، لا يتعلم اثنان، مستحي ومتكبر. من المتكبر؟ إنه ما يقبل الحق ويرد الحق، وإذا جاءه الدليل تعذر، والله لا، في رواية يقولون. أخي لا تقول هكذا، إذا جاء النص من كتاب أو سنة نقول سمعنا وأطعنا. كم من الناس تنهاه عن فعل، يقول الله سمعت شيخ فلان يقول كذا. إذا جاء النص من كتاب أو سنة نقول سمعنا وأطعنا. فالصحابي ماذا فعل؟ ما تكبر، قال: يا نبي الله، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير ذلك، فعلمني. طلب التعليم من النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال له نبينا عليه السلام؟ انظر إلى الحديث الذي هو أساس في الصلاة والعبادة كلها. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت فكبر. جعل القيام شرط في الصلاة، لأننا للأسف نرى ونشاهد أن بعض المرضى هداهم الله، وبعض كبار السن، وبعض النساء التي تقول أنا حامل أو أني ما أستطيع أن أصلي قائمة أو أركع أو أسجد، نقول كبر الإحرام قائما، ابدأ صلاتك وأنت قائم. إذا كبرت الإحرام وأنت قائم اجلس وكمل صلاتك كله وأنت جالس، ولا حرج عليك إن كنت من أهل الأعذار. إذا تستطيع القيام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قمت فكبر. الأمر الآخر أيها الأحبة، أن الإنسان لما أخذ الحق من النبي قام فطبق. أنت الآن سمعت قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قمت فكبر. فبعض الناس للأسف نراهم يتكبر عن قبول الحق. كم من الناس نراهم في المساجد يأتي ويمشي ويضع الكرسي ويجلس ويكبر ويصلي صلاة كله وأنت جالس. أخي الكريم، أنت ما شاء الله عليك، أسأل الله تعالى أن يعظم خطاك المباركة، خرجت من السيارة إلى باب المسجد إلى الصف الأول وأنت تمشي بقدميك وتستطيع القيام، لماذا لا تقوم رعاك الله وتصلي تكبر الإحرام قائما؟ أنا سأقولها وأعيدها، تكبر فقط قائما وتجلس إن كنت من أهل الأعذار. قال عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، ما استطعت جالسا، ما استطعت على جنبك. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يقوى على الاستطاعة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت فكبر واقرأ الفاتحة وما تيسر، وعلمه الصلاة من الصلاة إلى آخر الصلاة. فالذي يجب علينا أيها الأحبة الأكارم، أن الواحد منا إذا جاء يصلي يمتثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قمت فكبر، هذا أولا، واقرأ الفاتحة وما تيسر، واركع. هنا الرأس في هذا الحديث، ماذا قال له نبينا عليه الصلاة والسلام؟ قال: واركع حتى تطمئن راكعا. يرى الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى أن الطمأنينة والخشوع ركن في الصلاة، لأن البعض لا يطمئن في صلاته ولا يطمئن. ومعنى الطمأنينة إذا انتقل من الركن إلى ركن، من القيام إلى الركوع، ينتظر قليلا. أنا ألاحظ وأشوف أن بعض الناس، وأنا مقصر في صلاتي وأعترف، يسمى الاعتراف بالاقتراف، أنا أعترف أني ساعات أكون مستعجل في صلاتي، وهذا بسبب ذنوبنا، نسأل السلام والعافية. في بعض الأحيان يصلي الواحد منا بجانب أخيه المسلم، ونرى هذا يسلم قبل هذا بركعة، علما هذا ركعتين أصبحت بركعة واحدة في مقابل الذي يليه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: رب مصلين اثنين، يصلي أحدهما بجانب الآخر وبين صلاته ما بين السماء والأرض، هذا المسكين لفت الصلاة وردت وضربت في وجه صاحبه وتقول الصلاة: ضيعك الله كما ضيعتني. أما الثاني قبلت صلاته وبلغت صلاته عنان السماء، وله أجر صلاته وله أجر نصف صلاته وله أجر ربع الصلاة، ما عقل من صلاته يأخذ أجره بإذنه جل وعلا، لأن الصلاة طمأنينة، الصلاة مناجاة بين العبد وربه جل وعلا، لا إله إلا هو. إذا ركعت فاركع واطمئن راكعا. لما نزل قول الله جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى، قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوها في سجودكم. ولما نزل قول الله جل وعلا: فسبح باسم ربك العظيم، قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوها في ركوعكم. وفي الركوع نقول سبحان رب العظيم، وفي رواية سبحان رب العظيم وبحمده، وتفصل بينهما بفصل يسير، بعضهم سبحان سبحان سبحان، وهذا لا يليق. إنما الذي يليق أن الواحد منا إذا ركع يسبح التسبيح الذي كان منه نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان سيد الخاشعين بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، وهو القائل: واركع حتى تطمئن راكعا. وأقول لك اطمئن حتى في أذكارك التي تقال بعد الصلاة. نكمل بعد هذا الفاصل، أسر توفيق واستعداد، نلتقي بعد هذا الفاصل.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده بعد. تكلمنا قبل فاصل أن بعض الناس قد يستعجل في صلاته، وقد أنكر النبي بأبي أمي عليه الصلاة والسلام على الرجل الذي قد تكون شاب رأسه ولحيته وهو يصلي هذه الصلاة. جاء في البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أن حذيفة رأى رجل يصلي صلاة فيها استعجال، فحذيفة ما تركه. لماذا؟ لأن حذيفة هو أمين سر وخازن أسرار النبي عليه السلام، وحذيفة يعلم بحال بعض المنافقين لأن النبي أخبره بذلك. حتى أن عمر وقف هنا، عمر فاروق خشي أن يكون من المنافقين، وهو عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه الذي كان يتأثر بشيء من القرآن بل يتأثر بالقرآن كله. ما علينا، حذيفة رضي الله عنه وأرضاه رأى رجل يصلي صلاة فيها استعجال في الصلاة، أي في الأداء، مثل حال صلاة بعض المسلمين في زماننا، وأنا العلي منهم. فلما رأى حذيفة يستعجل في أداء الصلاة، حذيفة سأله قال: أنت منذ كم سنة وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال المسكين المحروم: أنا منذ 40 عاما هذه صلاتي. قال حذيفة: أنت منذ 40 سنة أنت تصلي هذه الصلاة؟ قال: نعم. قال حذيفة: أنت منذ 40 سنة لم تصلي، أي عند الله، ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة مت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إني سألكم بالله، لو حذيفة رضي الله عنه وأرضاه رأى صلاتي أنا المقصر، ورأى صلاة الأخ الكريم، ورأى صلاة الزوجة، ورأى صلاة البنت والولد، ماذا يقول؟ لذلك نبي الأمة عليه السلام قال: فإنك لم تصلي، لأن هذه ليست كصلاة. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: لو طلع علينا النبي، هو يتكلم عن زمن الفتن، يقول: لو طلع علينا النبي عليه الصلاة والسلام ورأى ما نحن عليه لأنكر ما نحن عليه إلا الصلاة. لو شاف صلاتنا الآن استعجال، عدم طمأنينة، إذا أطال الإمام القراءة أو أطال بالركوع أو السجود قام أهل المسجد، ولعل الإمام يرجم أو يخلع من مكانه، نسأل الله السلام العافية. نبي الأمة عليه الصلاة والسلام يقول: يا بلال أرحنا بها، لأن الصلاة مناجاة بين العبد والرب. حتى العلماء يقولون كلام جميل جدا في هذا الباب: من أراد أن يكلم الله فعليه بقيام الليل. أنت تكلم الله فإن الله تجاه قبلته، ومن أراد أن يكلمه الله فعليه بقراءة القرآن. أخي الكريم، لماذا نصلي؟ ولماذا نركع ونسجد ونرفع ونؤمن ونتوضأ ونصلي ونسلم؟ لماذا؟ لشيء يريده الله تعالى. جعل ربنا جل وعلا هذه الصلاة الخمس في هذه الأوقات الحرجة لدى البعض المطمئنين والخاشعين لأسباب يعلمها ربي جل وعلا. قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هل تخشع في صلاتك؟ كم تأخذ منك هذه الصلاة؟ لماذا البعض يصلي أنت الآن تدخل المسجد وترى اثنين، بل أنت تصلي في المسجد ترى الذي بجانبك يسلم بعدك بركعة كاملة، وأنت في السجود في الركعة الأولى المسكين الذي صلى معك قد سلم من الصلاة. لو رأيته لا أقول لك قل له فإنك لم تصلي، قل: قال نبينا عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته فإنك لم تصلي. حذيفة رضي الله عنه وأرضاه ضرب مثلا في هذا الباب وقال: ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة مت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة، نتقي الله في صلاتنا، ما بقي عندنا إلا هذه الصلاة الكريمة التي يتمسك فيها القاصي والداني. فإن كنا أيها الأحبة من أهل الصلاة الذين يحبهم الله جل وعلا، وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام لما سئل: يا نبي الله أي الأعمال يحب؟ قال: الصلاة في وقتها. لماذا؟ لأن الصلاة في وقتها وبخشوعها وأركانها وخضوعها أمر مطلوب. لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: فكذلك الصلاة الخمس، الله الله في الصلاة يحبها ربنا جل وعلا، حتى نقبل على الله تعالى بأعمال تنجين من عرصات يوم القيامة. إن صحت صلاتك صحت سائر أعمالك، وإن العبد أول ما يسأل عنه يوم القيامة صلاته، إن صحت صح سائر العمل. فقال الصحابة رضي الله عنه وأرضاه: علمني يا نبي الله. قال عليه الصلاة والسلام: وارفع حتى تطمئن رافع، واسجد حتى تطمئن في سجودك، وعلمه الصلاة، وقال: وافعل في صلاتك كلها كما كان في الأولى. النبي عليه الصلاة والسلام يحب الخير، وهذا هو دور إمام الأمة. بعض أئمة المساجد هداهم الله هم أحق مني بالكلمة وهم أعلم مني، لكن سعة صدورهم تتقبل هذه النصيحة.
أين دور أئمتنا والخطباء هداهم الله لما يرى منكرا في مسجده؟ يرى رجل كهل يصلي جالسا ويستطيع القيام، يرى رجل يصلي ويخطئ في صلاته، لماذا لا ننكر؟ لأن بعض الأئمة هداهم الله قد عزف عن دور الإمامة الدور الشرعي الذي أمر به ربنا جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالأمر معروف واجب على كل مسلم ومسلمة. يقول سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: والدعوة إلى الله والأمر معروف والنهي عن المنكر واجب إذا كثر الجهل وعم الجهل لدى كثير من الناس. هذا المسكين يصلي معنا ويركع معنا ويسجد معنا، إني سائلكم، كم رجل رأيناه في المسجد يخطئ في صلاته ويخطئ في ركوعه وسجوده ووالله لا يتحرك أحد ولا ينكر عليه إلا المتدين؟ أنت متدين، لا نقول فقط الدين يكون ظاهرا، ظاهرا وباطنا. لو كان قلبك يحب الخير لقمت رعاك الله ونصحته. ويأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة للمؤمنين أعز على الكافرين. أنت لما تنصح وتقبل رأسه تقول: أخي الكريم، والدي، ترى ما هو حياء، يعني عفوا، ما هو أنك قاعد تنزل من مستواك، لا حاشا وكلا ولا لعلا، إنما رفعة لك وأنت تنشر دور النبوة. بل يقول ابن الجوزي: وليس هناك أعظم بعد النبوة من نشر العلم. تنصح القاسي والداني ووالله أجر صلاته يكون في ميزان حسنك، لأنك علمته الصلاة، علمته الخشوع. تقول: يا فلان، أنت الآن راح تسلم مع الإمام، ليش تستعجل في الصلاة؟ لما العجلة؟ لماذا تستعجل لمدبر الأوقات جل وعلا لا إله وهو القدير وهو العليم؟ أتستعجل في حديثك مع الوزير، مع الرئيس، مع فلان، مع زيد، مع عبيد؟ لا والله، لا وربي، إنما مع الصلاة تجد أن البعض يتعجل ويستعجل في أداء صلاته. الواجب علينا أيها الأحبة أن نصلي كما صلى الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، كان ركوعه مثل قيامه، وكان سجوده مثل ركوعه، وهكذا دواليك، هكذا صلى بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. عثمان رضي الله عنه وأرضاه صلى الوتر بعد الفجر، ما طلع الفجر حتى انتهى من وتر وهي ركعة واحدة لله دري عثمان رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو عثمان رضي الله عنه وأرضاه يصلي قيام ليل ركعة واحدة. تقول: عثمان ذو النورين الذي روى أحاديث النبي وصهر النبي مرتين يصلي ركعة واحدة عن 1000 ركعة أنا وأنت تصليها، لماذا؟ صلى بعد العشاء ركعة واحدة خلف مقام إبراهيم. فما إن أذن الفجر إذ وعثمان رضي الله عنه وأرضاه انتهى، على فكرة تراها صارت نافلة وليست بصلاة فريضة، الفريضة أولى بالخشوع والحبة، حتى نلقى الله تعالى بهذه العبادة الكريمة التي أمر الله تعالى بها، وقد ذكر في القرآن أنها كبيرة إلا على الخاشعين. عليكم بهذه الصلاة الكريمة حتى نصلي كما صلى الحبيب المصطفى، وإياك أن تصلي صلاة المسيء صلاته، وقد يقال لك: ارجع فصلي فأنك لم تصلي. إن العبد إذا قام يصلي وصلى صلاة فإن الله تجاه قبلته، تقف بين يدي الله جل وعلا. سئل أحد السلف، ولعلي أختم بهذا الموقف، سئل أحد السلف عن ما شاء الله خشوعه جميل جدا في الصلاة، فلما سئل ما سبب خشوعه في الصلاة قال: أتخيل وأتصور أن الله تعالى أمامي وملك الموت من خلفي والجنة عن يميني والنار عن شمالي والصراط من تحتي، وأي صلاة؟ كأنها صلاة مودع. تلقى الله بهذه العبادة الكريمة وتلقى الله بهذه الصلاة. شوف حالك قبل الصلاة وحالك بعد الصلاة. إذا كنت قبل الصلاة تعصي الله بمعصية، دخان، سماع غناء، غيبة، نميمة، إساءة بأخلاقك، بعد الصلاة ما هو حالك بعد الصلاة؟ إن كان حالك بعد الصلاة كحالك قبل الصلاة فإن الصلاة قد يكون فيها شيء من النقص أو شيء من عدم الكمال. فكمل صلاتك رعاك الله بالخشوع والطمأنينة والتبكير والإتيان إلى الصلاة. سنكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة بإذنه جل وعلا، وأنتم على تم صحة وعافية. انظر في مسجدك وانظر في حيك وانظر حال الإمام، ولعل حتى بعض الأمة يستعجل في صلاته. إنما وجب علينا النصح. يقول فاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: لا خير في قوم لا ينصحون ويحبون النصح. نلتقي بإذنه جل وعلا في الحلقة القادمة، وأنتم على تم صحة وعافية. اللهم احفظنا من الزلل، وفقنا في القول والعمل، إنك المرجو والأمل، وصلي اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. يا أيها الإنسان هل يدريك إن طال الأجل فلتزرع الخير على دنياك في درب الأمان، للخير تغدو للسلام عطر المودة للأنام.
بسمو فكرك لم تزل ترجو المحبة والوئام، ترجو المحبة والوئام.